4 ضحايا بالإضافة إلى أكثر من 10 جرحى سقطوا اليوم في مدينة البارة في جبل الزاوية، وكان ذلك جراء عدة غارات جوية روسية استهدفت الشارع الرئيسي وسط المدينة، بالإضافة إلى غارات جوية روسية أخرى استهدفت مدرسة ومسجد في مدينة البارة في جبل الزاوية. الطائرات الحربية الروسية استهدفت الريف الشرقي لمعرة النعمان، وتم استهداف أطراف معر شمارين وأطراف الهلبة وخربة برنان بريف معرة النعمان شرقي إدلب. الطائرات المروحية التابعة للنظام أيضا ألقت البراميل المتفجرة على مدينة أحسم وعلى مدينة كفرنبل، بالإضافة إلى استهداف بلدة حاس أيضا بالبراميل المتفجرة واستهدفت مسجد في الحي الغربي من البلدة. الطائرات الحربية التابعة للنظام ذات الرشاشات شنت عدة غارات جوية على بلدة حزارين وعلى قرية كرسعة في جبل شحشبو بريف إدلب الجنوبي. شهدنا هذا اليوم تحليق للطائرات الاستطلاعية العملاقة التابعة للروس في سماء جبل الزاوية أيضا. عبد الرزاق صبيح من جبل الزاوية بريف إدلب، حلب اليوم.